حياكم الله متابعي المربعات من جديد، مستمرين معكم في تغطية العروض الرمضانية لوكالات السيارات عن بعد، وتغطيتنا اليوم بتكون مع سيارات انفينيتي من التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة بالتعاون مع بنوك الرياض والأهلي ودار الائتمان، ومولها الآن ابتداء من صفر عمولة مرابحة. والعروض الرمضانية اللي جايين نغطيها لكم تجي على سيارات انفينيتي Q50 وQ70 وQX60 وQX80. ومميزات العروض تختلف حسب جهة التمويل، ونبدأ بدار الائتمان اللي تتيح تقسيط موديلات 19 و20 بدون عمولة مرابحة وبدون رسوم إدارية، وعند التقسيط على 3 دفعات خلال 24 شهر مع إمكانية التقسيط على 4 دفعات خلال 36 شهر بدون رسوم إدارية. أما بنك الرياض يوفر لك موديلات 2020 بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية ودفعة أخيرة 35% والتقسيط على 60 شهر. أما البنك الأهلي فتجي عروضه على موديلات 2020 بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية ودفعة أخيرة 30% والتقسيط على 60 شهر، أو يتوفر عرض تدفع 50% دفعة أولى و 50% بعد سنتين بدون رسوم إدارية وعمولة تمويل 0%. وجميع العروض تشمل باقة راحة البال اللي توفر لك 5 سنوات خدمة مساعدة على الطريق، و 5 سنوات ضمان ممتد غير محدود الكيلومترات، وكذلك 5 سنوات صيانة دورية أو 100,000 كيلو. بالنسبة لقيمة الأسعار الكاش والأقساط الشهرية فهي شاملة الضريبة القيمة المضافة 15%. ونبدأ بسيارة انفينيتي Q50 لوك سنسوري 2020، وسعرها الكاش 162,900 ريال، وقسطها ببنك الرياض 2,299 ريال، والأهلي 2,770 ريال شهريا. أما سيارة انفينيتي Q70 لوكس 2020 فسعرها الكاش 174,900 ريال، وقسطها ببنك الرياض 2,470 ريال، والأهلي 2,550 ريال. وعندنا انفينيتي QX60 لوكس 2020 وسعرها الكاش 196,900 ريال، وفي بنك الرياض يوفرها ب 2,777 ريال، والأهلي 3,060 ريال شهريا. انفينيتي QX80 لوكس سنسوري 8 مقاعد 2020، سعرها الكاش 289,900 ريال، وقسطها ببنك الرياض 4,090 ريال، وبالبنك الأهلي 4,495 ريال شهريا. اللي حاب يستفسر أكثر عن العرض يقدر يرفع الشاشة فوق أو يضغط على الرابط اللي واضح في الشاشة ويعبي بياناته، وبيتصلون معك مباشرة ويعطونك كل المعلومات والتفاصيل بخصوص عروض انفينيتي. واللي معه واحدة من سيارات انفينيتي اكتب لنا تجربته عليها في التعليقات، ولا تنسون تشتركون معنا في القناة عشان يوصلك جديد أخبار وأسعار السيارات أول بأول بإذن الله.